اهلا بكم فين؟ في كندا؟ في روسيا؟ لا والله، اهلا بكم في الجزائر يا جماعه. اجواء مش نورمال، اجواء مش نورمال يا عزيزي. مش نورمال هنا، لازم انت كمان مش نورمال. ما عادش حد هنا نورمال، مستحيل حد يجي هنا يبقى نورمال يا جماعه. خد يا حمدي، لازم يا جماعه لازم تبقى كده هنا. انسى الوقار، انسى اي حاجه، لازم تبقى بالطفوله اللي انت فيها دي، ترجع 20 30 سنه ورا وتلعب زي ما احنا بنلعب كده. ها اوبا، خلاص يلا الكاميرا. خد يا حمدي، اوبا. خلي بالك يا ملحي، محمود حجازي جاي بقوه. اوبا، كمان واحدة. اوبا يا جماعة، اقسم بالله اجواء عظيمة، اجواء ممتعة الى اقصى درجة. طبعا الجو برد، لازم تثقل على نفسك، ولكن اجواء مش نورمال. في الشريعة الجو تحت مش برد، الشمس طالعة، هنا ما فيش شمس. زي ما قلت وبكرر في فيديوهات كتير، بتعيش فصول السنة كلها هنا في يوم واحد في الجزائر. وهذا شيء في الدنيا، صح؟ تتخيل الجنة التي لم ترى بها أي حاجة أكثر من لون جامشدة. ما نشبهش بلادنا بالبلاد الأجنبية، إحنا بلادنا شابة، خير عليهم. شاب، بارك الله فيك. خير عليهم، بارك الله فيك. بكرة استنونا في دسوف في الصحراء. بص، لازم نعمل ايرور، تروح حر تيجي برد، تنزل بحر، هتعمل كل حاجة هنا في الجزائر وهتعيشها في يوم واحد يا جماعة. بعد خلاص ما بيتنا يوم في التلج يا جماعة، نروح بقى النهاردة نستكشف جمال الشريعة في النهار وفي النور. كان لازم اجي بات هنا في الشريعة، لان ما ينفعش تيجي ساعة وتروح او ساعتين وتروح ولسه التلج بينزل. لحد دلوقتي شايفين الشجر عامل ازاي؟ بص الشجر، بص 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 الشجر. وده حمدي شجيع طبعا كالعادة، لازم يقع كل مرة، لازم يقع حمدي شجيع تاني مرة. طبعا يا جماعه دي الحل الوحيد لنزول السلم في الدلك، ما تقدرش تنزل غير كده. بعد ما وقع المره اللي فاتت وشافني وقعت. اوه يا جماعه، اوه، المنظر اللي احنا فيه ده منظر كفيل يخرج لك الاكتئاب اللي انت عايش فيه. اي طاقه سلبيه عندك لازم تخرج من المنظر الجميل اللي انت شايفه ده. شوفوا يا جماعه، الاجواء دي مش هتعيشها في اي مكان تاني. ما اعرفش انت ممكن تعيشوها، ولكن انا بالنسبه لي دي اجواء ممتعه هنا في الجزائر. التلج بيتساقط من امبارح بالليل لحد دلوقتي، وانا بايت هنا ما روحتش لان ما كانش ينفع اروح، كان لازم اجي استمتع بالاجواء العظيمه دي. زي ما انتم شايفين حتى التلج بيتساقط من على المنزل اهو، كل مكان فيه تلج، الشجر كله تلج. شوفوا يا جماعه، شوفوا الشجر اللي ورايا عامل ازاي، مناظر بجد عظيمه. يعني تقف هنا وتستمتع، تقف هنا وتخرج الطاقة السلبية اللي جواك. ما انتش محتاج تعمل اي حاجة غير ان انت تتأمل في عظمة الخالق فقط. شوفوا يا جماعة الجمال اللي احنا موجودين فيه ده، بصوا تساقط التلج، بصوا من فوق كده، عظمة عظمة على عظمة يا ست، بصوت الراجل اللي كان قاعد بيحضر حفلة ام كلثوم. طبعا انا مستحيل اطلع هنا دلوقتي لان هتتزحلق، مستحيل تطلع السلم، تتزحلق على طول، لكن بس استمتع. شوفوا يا جماعة، شوفوا منظر الشجر عامل ازاي، شوفوا، قرب لكم على الشجره دلوقتي، شوفوا منظر الشجر بقى كله ابيض. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم، بعد ما بيتنا نزلت انا وحمدي وابو جنى. حمدي، ايه رايك في الاجواء العظيمه اللي احنا شايفها دي؟ يعني عايش اوقات مش هقول لكم اول مره اعيشها، هي فعلا اول مره، لكن من اجمل الاوقات اللي عشتها في حياتي. الشغف اللي كان واخدني ان انا اروح اشوف ازاي الناس اللي عايشين في كندا في سويسرا ومش عارف ايه، لا اهو جبنا لهم هنا كندا، عايش سويسرا، باكل سويسرا، بنام سويسرا، حياتي كلها سويسرا. يعني في غايه الروعه، وتمشي زي ما تكون صفاء التلج بيدي لك طاقه ايجابيه. يعني الجو بصراحه جديد علينا، يمكن اهل الجزائر متعودين يجوا الشريعه بك. جديد علي ان انا اصحى الصبح والاقي التلج في حواليا في كل حته واتزحلق فيه، ولسه رايحين الزحلق. وبعدين تجربه ان انت تيجي وتبات هنا يا حمدي مختلفه عن تجربه ان انت تيجي ساعه كده. بتبقى مرتاح، مش مضغوط، وما بتجريش، تتفرج زي ما انت عايز بمنتهى راحتك، تستمتع زي ما انت عايز، تحضر الليل وتحضر الصبح والغروب والشروق، فبتعيش مشهد. بس ان انت تصحى الصبح وتفتح الشباك وتشوف التلج، ده حاجه تانيه. انا بفتح الشباك اول ما قمت لقيت الشجره فيها التلج، كان منظرها عظيم. شوفوا يا جماعه، من الوهله الاولى لما تشوف المناظر اللي انت شايفها دي، ما تقولش ان انت
في بلد عربي، ما تقولش ان انت في الجزائر، تفكر نفسك في روسيا، تفكر نفسك في كندا، تفكر نفسك في البلاد اللي كلها تلج، ولكن احنا هنا في الجزائر يا عزيزي حقيقي. التلج اللي انت شايفه ده في الجزائر ما شاء الله، بصوا شوفوا التلج هنا، كميه التلج قد ايه، شوفوا كميه التلج اللي انتوا شايفينها دي، شوفوا كميه التلج اللي على الشجر، حاجه مبهجه جدا. بتروح اماكن كتير فيها اماكن جميله، ها مش هقول لك ان مفيش اماكن جميله في العالم، لا العالم كله اماكن جميله، ولكن صعب تلاقي مكان في كل المواصفات اللي انت شايفها دي، تلج، حر، صحراء، جبل، خضار، بحر، وتلاقي ناس طيبين. ده كل ده متوفر هنا في الجزائر، ناس طيبه، ناس كريمه، اماكن لو فضلت توصف فيها من هنا للسنه الجايه مش هديها حقها. شوالا هذا شوالا شوالا شكاين شكاين يا حمدي شكاين شوالا. احنا رايحين نهودوا الشريعه ونشوفوا شكاين. طبعا ما ينفعش تيجي تستمتع في الجو الجميل ده من غير ما تلاقي حاجه تاكلها، هنا برضو كل حاجه موجوده، الاكل، العصير، الشاي، القهوه، كل موجود هنا يا جماعه. بصوا يا جماعه التلج، التلج بقى كتير جدا، كثافه تلجيه كتير جدا. انا لما جيت المره اللي فاتت ما كانش كتير كده، ولكن كان لازم اعود عشان اشوف الجمال والروعه دي. احنا طبعا اجواء بنعيشها للمره الاولى، اجواء عظيمه في وسط الاشجار، في وسط الطبيعه، في وسط التلج، في وسط حاجات كتير عظيمه مش هتستمتع بيها من خلال الفيديو بس، لازم تيجي تعيشها بنفسك. شوفوا يا جماعه التلج وصل لابو جنى فين، اجري يا ابو جنى. خلاص بقى يا جماعه وصلنا الفندق، ودي اصعب مرحله ممكن تعملها في حياتك كلها. هي ايه بقى؟ انك تطلع السلالم، انك تطلع سلم زي ده وهو ملان تلج، لان انا وحمدي كل ما بنطلع بنتزحلق، وانا نازل لازم انزل زحلقه. وانا يا جماعه حمدي تاتا خط العتبه تاتا واحده واحده. ما هو الوقعه اللي شفتها مرتين ثلاثه على ظهري كفايه. نزلت زحلقه من شويه. بصوا بقى يا جماعه اتفرجوا عليا وانا بطلع، وربنا يستر وما انزلش. لا لا مش هقع، ما تخافش، انا اسد. يا رب لا ان شاء الله مش هقع. شوفوا يا جماعه لازم تمسك في ده وانت طالع. لا 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 لا. بصوا يا جماعه، بصوا الشجره دي من فوق، بصوا شوفوا المنظر عظيم بجد، اقسم بالله عظيم.